زينوبة ونناقش فيها آخر مستجدات المشهد السياسي ونتائج وآثار اشتباكات العاصمة، وعلى رأسها بيان أعضاء من المجلس الأعلى للدولة الداعين فيه لإقامة انتخابات تشريعية على أساس قانون المؤتمر الوطني العام للانتخابات وترك تحديد الموعد والتفاصيل للمفوضية. كما نناقش تصريحات المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري الذي تحدث عن حيادية موقفهم تجاه ما جرى في طرابلس، وأن نظرتهم لما جرى من اشتباكات أنه عبارة عن صراع على السلطة. نناقش هذه التطورات وأكثر في حوارية الليلة بعد ساعة إخبارية مفصلة نتعرف على عناوينها مع الزميلة خديجة بن رحمون. شكرا محمد، تتابعونا في نشرتنا الليلة. من مجلس الأمن، نائبة غوتيريش تنتقد الوضع الهش، والصيني يطالب المجلس بموقف واضح بعد اشتباكات طرابلس. عمداء بلديات يدعمون حكومة دبيبة، وأعضاء من مجلس الدولة يقترحون إقامة انتخابات دون الحاجة لقاعدة دستورية. قوات حفتر تشن حملة اعتقالات جديدة لشباب لقداد فابي سرت، واستمرار حصار بوهادي لليوم السابع على التوالي. يشاركني في تقديم نشرة ليلى آزم علي. نعم خديجة، إذن تتابعون معنا في نقطة نقاش. وسط شكاوى طلبة الشهادة الثانوية من صعوبة الأسئلة، لا سيما مادة الرياضيات التي فتحت باب الانتقادات لقطاع التعليم استهجانا للتعامل مع الطلبة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، وفيما تعهد وزير التعليم بمنح الدرجة الكاملة عن كل سؤال في امتحان مادة الرياضيات من خارج المقرر، ما زالت المخاوف حاضرة من صعوبات في المواد الأخرى والإجراءات التي من الممكن أن تخفف من الضغوط على الطلبة وأولياء الأمور من ورائهم. وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية. تعرف علي مع محمد المنسي وبدر عمار، إليكما. وتتابعونا في الاقتصاد لهذه الليلة. مالطا تبحث إمكانية استكشاف المناطق البحرية الاقتصادية مع ليبيا. الرئيس الباكستاني يعلن حاجة بلاده لتوسيع نطاق العلاقات التجارية. وفي الرياضة تشاهدون هذه الليلة. أندية الدوري الممتاز أصبحت ملزمة بتنفيذ لوائح الاتحاد الدولية المتعلقة بانتقالات اللاعبين المحترفين وأوضاعهم. إذن كانت هذه أبرز ملفاتنا الإخبارية لهذه الليلة، ألقاكم على رأس الساعة المقبلة، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم إلى التفاصيل. قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزميري دي كارلو إنهم لا يعلمون إلى متى سيستمر الهدوء الهش في البلاد، قائلة إنه لم يحرز أي تقدم في المسار الدستوري رغم الجهود المستمرة. ودانت دي كارلو انتهاكات لحقوق الإنسان التي ما تزال مستمرة في ليبيا، مستدلة بمحاصرة قوات حفتر لمنطقة بوهادي قرب سرت. وطالبت نائبة غوتيريش برفع الحصار المضروب على منطقة بوهادي، وحذرت من تطوره إلى نزاع محلي، قائلة إن الدعم الذي تتلقاه الأطراف الليبية من الداخل أو الخارج ينبغي أن يكون هدفه توحيد الليبيين لا تقسيمهم. طالب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة طاهر السني مجلس الأمن بموقف تجاه أحداث طرابلس، مشيرا إلى أن هذه الأحداث في العاصمة ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة، ولا يمكن فصلها عن الانقسام السياسي الحالي والتوتر المتصاعد، وأن أحد أهم أسباب ما حدث ويحدث في ليبيا هو فشل الانتخابات في ديسمبر الماضي. وأضاف السني في كلمته أمام مجلس الأمن الثلاثاء أنه من المجحف تحميل الليبيين مسؤولية فشل تعيين مبعوث أممي جديد، والجميع يعلم أن السبب هو انقسام المجلس، متسائلا في كلماته عن موقف مجلس الأمن من مفهوم حماية المدنيين منذ 2011 إلى الأحداث الأخيرة في طرابلس. في نفس الكلمة أكد السني أن هناك دولا تعمدت إفشال الانتخابات
مضيفا أن كثيرا من المبادرات ما تزال متناقضة أو غير توافقية. وقال السني إن ما سماه تعثر محادثات النواب والدولة وتجميد عمل البعثة الأممية هو ما دفع نحو الاستقطاب والتحشيد العسكري، مطالبا بما وصفه برد فعل حقيقي من المجتمع الدولي ومجلس الأمن إزاء من أفشل هذه الانتخابات رغم قراراته التي تهدد المعرقلين. من جهته ندد مندوب المملكة المتحدة في الأمم المتحدة جيمس كاريوكي بالعنف من المسلحين في طرابلس الأيام الماضية. وقال مندوب بريطانيا إن استخدام العنف للسيطرة على الأراضي أو لتغيير الأوضاع أو وقف الانسداد السياسي أمر غير مقبول، مضيفا أن العنف في ليبيا سببه وجود سلطتين متوازيتين وعلى جميع الأطراف إدراك أنه لا حل عسكري لهذه الأزمة. قال مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلي بينيزيا إن النزاع في ليبيا سببه الجمود السياسي الداخلي، وقد أدى ذلك بالبلاد إلى وجود حكومتين متنافستين. وقد عبر المندوب الروسي عن رفض بلاده أي خطوات تزيد من التصعيد، واصفا استخدام العنف في ليبيا لتحقيق الأهداف وتبادل الاتهامات بغير المجدي. هذا واتهم المندوب الروسي الغرب باهتمامه بأمور أخرى في ليبيا مثل إنتاج النفط أكثر من سلامة وأمن الليبيين، مضيفا أن بريطانيا رفضت أن تعقد جلسة على خلفية أحداث طرابلس وأن طرابلس أصبحت ساحة لتصفية الحسابات بين الفصائل السياسية المختلفة بحسب تعبيره. ينضم إلينا عبر الهاتف من دبلن المحلل السياسي فرج فركاش. أهلا بك سيد فركاش. إذن جلسة لمجلس الأمن كما رأينا حول ليبيا بعد اشتباكات دامية سقط فيها الكثير من الضحايا، على الرغم من الإدانات، على الرغم من كلمات الممثلي الدول المختلفة، هل من جديد ستأتي به هذه الجلسة برأيك؟ نعم مساء الخير، شكرا استضافة. فقط للتوضيح، أنا في ساوث ويلز في سوانزي ولست في دبلن أو لندن. أنا لم أتابع للأمانة عن قرب، ولكن قرأت رؤوس الأخبار وتابعت بعض الكلمات للمندوبين. أعتقد الملاحظ هنا هو اتفاق روسيا مع بريطانيا في موضوع أن وجود حكومتين والجمود السياسي هو ما أدى إلى نشوب النزاع الذي كان متوقعا، ولكن ما رأينا روسيا أيضا تلعب دور الحق الوديع عفوا، وكأنها لم تشارك في هذا الأمر، فهي أول من اعترف بالحكومة الموازية التي شكلها مجلس النواب بعيدا عن الاتفاق السياسي وعن اللائحة الداخلية وعن قرارات مجلس الأمن. أعتقد نحن كنا نتوقع ربما تقدم في ملف تعيين مبعوث أممي جديد، ولكن يبدو أن قد أخذ بملاحظات الحكومة الليبية، ورأينا الظاهر السني يحاول رفع الملامة عن ليبيا بهذا الخصوص، ويقول أن سبب عدم التعيين حتى الآن هو الانقسام الدولي حول كيفية الخروج من الأزمة الحالية. نحن نتمنى أيضا إدانة واضحة من مجلس الأمن للاشتباكات الأخيرة ومن تسبب فيها، خاصة أن الكل يشير أن الانقسام الذي حصل هو أحد الأسباب، وهذا يرجع إلى قرارات النواب العبثية التي أوجدت الأزمة وأدت إلى هذا النزاع. طيب، في موضوع آخر، هناك 63 عضو من المجلس الأعلى للدولة يعلنون عن مبادرة للخروج من الانسداد السياسي، قد لا تكون هذه ربما أو هذه الخطوة جديدة، ولكن لو أخذنا في عين الاعتبار التوقيت، ما مدى إمكانية نجاحها بالفعل والتفاعل معها من قبل مختلف الأطراف السياسية؟ نعم، الكرة الآن في الواقع هي في ملعب مجلس النواب. أعتقد الآن بعد فشل تمكين الحكومة من الدخول إلى طرابلس، الحكومة الموازية، أعتقد موقف مجلس النواب أصبح
ضعيف خاصة موقف السيد عقيلة. أعتقد بعض الأعضاء من مجلس الدولة الذي رأينا اسمعهم اليوم في البيان هم في الواقع كانوا من الداعمين لما يسميه صفقة التبديل وتقاسم السلطة، وبعضهم في الواقع من زكى السيد بشارة. فنلاحظ الآن هناك تراجعات ومحاولة القفز من السفينة، وهو في الواقع خطوة نثمنها ونتمنى من أعضاء مجلس النواب الذين لم يشاركوا في مسرحية تعيين الحكومة الموازية أن يخرجوا ببيانات أيضا لزيادة الضغط على رئاسة المجلس من أجل التركيز على التوافق على القاعدة الدستورية. وإلا أعتقد وكما قلت بسبب ضعف الآن موقف مجلس النواب سيكون هناك تحميش لدور المجلسين، وربما هذا ما استشعره الأعضاء الذين أصدروا البيان اليوم في محاولة استباقية لهذه الخطوة. أعتقد بسبب لو استمر هذا الانسداد سنرى ربما تهميش دور المجلسين وربما الخروج بحل آخر، وهو ربما اللجوء الرئاسي بمساندة من المحكمة العليا خاصة بعد تفعيل الدائرة الدستورية، وهذا قد يكون مخرج. فأعتقد الضغط الشعبي أيضا مهم، ولا بد من خروج الناس والضغط على المجلسين للتوافق، وإلا سيجدان أنفسهما مهمشان في القريب العاجل. ونتمنى من أعضاء الحكومة الموازية وخاصة الرئيسة أن ينضموا لمطالب الشعب ويضغطوا على المجلسين وعلى رئيس الحكومة الحالي السيد عبد الحميد الدبيبة من أجل تسهيل إجراء الانتخابات حتى ولو بوجود الحكومتين. نعم، شكرا لك ضيفنا من دبلن سيد فرج فركاش المحلل السياسي، شكرا لك. دانت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا التابعة لمجلس الأمن استخدام القوة والعنف بالأسلحة الثقيلة في طرابلس، وفشل الجماعات المسلحة في اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات المدنية. يأتي هذا في الوقت الذي أعربت فيه منظمة الصحة العالمية عن انزعاجها الشديد إزاء التقارير الأخيرة عن الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في ليبيا. توالت التقارير الدولية المنددة بتردي الأوضاع الأمنية التي عاشتها العاصمة طرابلس إثر اشتباكات دامية كانت حصيلتها أكثر من 190 شخصا بينهم 32 قتيلا بحسب وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف وثقت مقتل طفل نتيجة هذه الاشتباكات، فضلا عن إصابة 5 أطفال آخرين أحدهم لم يتجاوز 5 سنوات، داعية إلى ضرورة حماية الأطفال وإنهاء الانتهاكات بحسب ممثل يونسف لدى ليبيا ميكل السرفادي. منظمة الصحة العالمية قالت إن مستشفيات ومراكز صحية في طرابلس تعرضت للهجوم أثناء الاشتباكات، لافتة إلى أن عشرات المدنيين قتلوا أو أصيبوا ولم تتمكن فرق الإسعاف من مساعدتهم بسبب أعمال العنف. من جهتها دانت بعثة تقصي الحقائق في ليبيا فشل أطراف الاشتباك في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين وممتلكاتهم، محذرة من أن هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم تستتبع المسؤولية الدولية لمرتكبيها ومن يدعمهم، لافتة إلى أنها تراقب تطورات الوضع وتجمع الأدلة على انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. إدانات دولية على صعيد واسع وتحذيرات لأطراف القتال من الملاحقة تفتح باب التساؤلات عما إذا كانت هذه الإدانات تشكل ضامنا لعدم تكرارها مجددا، أم إن حاجة للمجتمع الدولي لسرعة استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا ستشكل فارقا هذه المرة، خصوصا في ظل تأثيرها على تطورات الأوضاع الإقليمية. معي عبر الهاتف من طرابلس أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني. سيد الشبعاني، يعني لو نحاول أن نفهم يعني هذه التنديدات ويعني القلق وعدم قبول كل ما يحدث في العاصمة من اشتباكات وغيرها، يعني هل يمكن البناء عليها قانونيا؟ مساء الخير. في الواقع هذه اللجنة
تقدم حقائق ويتبع مجلس الصندوق المتابع للأمم المتحدة بشكل خاص هي شكلت لتؤدي الوضع الإنساني والحقوقي في دولة ليبيا. تتراكم التقارير الدولية سواء من الدعكة أو من لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن عن أوضاع سيئة لملف حقوق الإنسان في ليبيا، فشكلت هذه اللجنة وتمارس عملها منذ عامين تقريبا، وهي موجودة على الأرض وأشقت بدعكة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. هذا التقرير له قيمة قانونية كبيرة جدا، فهو يرصد انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وكذلك المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكلاهما يعملان سواء وقت السلم أو وقت الحرب. القانون الدولي الإنساني هو الذي يسري تفعيله وقت الحرب، وقانون الدولي لحقوق الإنسان هو الذي تسري أحكامه وقت السلم. فهذه اللجنة رصدت انتهاكات خطيرة جدا، فقواعد القانون الدولي الإنساني لا تطلق الاشتباك ولا تطلق الحرب، ولكنها وضعت نقاط معينة إن تجاوزتها أحد الأطراف المتقاتلة تعتبر قد انتهكت هذه الخطوط الحمراء وتعرض نفسها للمساءلة الدولية أمام محكمة الجنايات الدولية، وتكون يعني المسؤولية للمسؤولين على هذه الجماعات المسلحة يعني بذاتها التي قاتلت المسؤولين أي قادتهم، هم المفروض عليهم أنهم هم يكونوا ملمين بأحكام القانون الدولي الإنساني ويمكنوا الأفراد المتابعين لهم أحكام القانون الدولي الإنساني حتى لا يتم تجاوزها، يعني المستشفيات، المدارس، المدنيين حوصروا، عدم وجود ممرات آمنة، الأعياد الثقافية، المساجد، حتى الكنائس وسط العاصمة القديمة والأماكن التراثية كلها كانت معرضة للخطر، وكلها خطوط حمراء ومنتهكها معرض نفسه للعقوبة أمام أحكام القانون الدولي. طيب جيد، إذن معرض نفسه للعقوبة، لكن هذه اللجنة ما الذي بإمكانها أن تقوم به غير مسألة التقصي والرصد؟ نعم، هي تحيل الملف إلى مجلس حقوق الإنسان وثم إحالته إلى محكمة الجنايات الدولية في حال ذكر متهمين أو قادة مثلا جماعات مسلحة معينين، يعني في إصابة لمدنيين أو استخدام أسلحة لا يجوز استخدامها بين المدنيين، عدم الالتزام بمبدا التمييز ما بين المدنيين وما بين المقاتلين. هذه القواعد هي صارمه، هذه القواعد هي من ينتهكها صراحه يعتبر هو مرتكب جرائم حرب، ولهذا لهذا التقرير بصراحه قوه وقيمه قانونيه كبيره على الصعيد الدولي، ولهذا التقرير ما بعد اعتقد ان هناك اولويه كبيره للاهتمام بقواعد القانون الدولي الانساني وقواعد حقوق الانسان على وزاره الدفاع والداخليه ان تولي اهتماما بتدريب هذه الكوادر حتى يعني تنشر الوعي والثقافه بين هذه العناصر صراحه. طيب اذا لها قيمه يعني مهمه، هذه القيمه هل ستستغل محليا ام فقط دوليا؟ شوف، هذه اللجنة ذات بعد دولي، هي لا تعمل في الإطار الداخلي، هذه الجرائم هي مجرمة داخلية، نحن العاجز عن مشكلة إفساد القانون، هناك تقصير في التحقيق لدى مراكز الشرطة ولدى النيابات ولدى العسكري صراحة، لا تحرك دعاوى جنائية ضد المرتكبين، حتى محاضر لا تفتح محاضر من المدنيين، هناك نقص بالوعي، هذه مجرمة في الإطار الداخلي، وحتى هناك عدم قدرة لوجود الخوف، ولكن من القيمة هي من الناحية الدولية فقط، ربما تأخذ مسافة من الوقت، ولكن ربما تصل المسألة حتى إصدار مذكرات حمراء أو مذكرات قبض أو مطالبات حينما تحرك الدعوة الجنائية وتدلل هذه التقارير بأدلة حقيقية تثبت مثلا مقاطع فيديو لكتيبة ما أو لجماعة مسلحة أنها استخدمت سلاحا معينا ولم ترقب التمييز أو قصفت أعيانا ثقافية، إذا في هذه الحالة تتحرك الدعاوى الجنائية أمام محكمة الجنايات الدولية، هنا تبرز القيمة القانونية الكبيرة حقيقة. فيجب بصراحة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني
حال الاشتباكات ان تصبح ممرات امنه، ان يراعى مبدا التمييز وكذلك نوعيه الاسلحه التي تستخدم. هذه الامور هي ينظر اليها بشكل مهم وهي مجرمه في القوانين الدوليه والقوانين الانسانيه العالميه. استاذ القانون العام مجدي الشبعاني، شكرا جزيلا لك. أكد عمداء بلديات كل من العزيزية والزهراء السواني والناصرية والعامرية والمايا أكدوا على حرمة الدم الليبي ونبذ الاقتتال بين الليبيين والمحافظة على وحدة التراب الليبي. في ذات البيان أكد عمداء هذه البلديات دعمهم الكامل لحكومة الوحدة الوطنية حتى الوصول للانتخابات، كما طالب البيان مجلسي النواب والدولة بالإسراع في استكمال القاعدة الدستورية للوصول للانتخابات. قال رئيس مجلس أعيان بلد مصراتة محمد أرجوبي في لقائه برئيس حكومة الوحدة الوطنية أن هدف المدينة الانتخابات واختيار سلطة تشريعية ورئاسية وحكومة تنفيذية عن طريقها وفق المكتب الإعلامي للحكومة. وشدد رئيس الأعيان في اللقاء نفسه الذي جمع أعضاء بلدي مصراتة ورئيسها على أن المدينة ضد الاقتتال والحروب وأنها لن تسمح بأي فتنة داخلها وأنها داعم للحكومة في تحقيق الاستحقاق الوطني. من جانبها أكدت بيبة أن اليد ما زالت ممدودة للخصوم للعمل معا من أجل الوصول بليبيا إلى بر الأمان، وأن هدف حكومته هو الانتخابات، وأنها ما زالت تنتظر القاعدة الدستورية حتى تجري الاستحقاق الوطني. أعلن 63 عضوا من المجلس الأعلى للدولة عن مبادرة للخروج من الانسداد السياسي، وتصل بالمشهد إلى إجراء انتخابات تشريعية في مرحلة أولى. المبادرة نصت على أن تجرى انتخابات المقترحة دون الحاجة لقاعدة دستورية اعتمادا على القانون رقم 4 لسنة 2012 قبل نهاية العام الجاري، ووفق ما تقدره مفوضية الانتخابات حسب ما جاء في نص البيان. رحب عضو مجلس النواب زياد دغيم ببيان أعضاء مجلس الدولة ورؤيتهم للحل السياسي عبر إجراء انتخابات برلمانية بموجب أحد القوانين الصادرة. دعا دغيم أعضاء الأعلى للدولة إلى التحلي بإيجابية ومرونة أكبر والقبول أيضا بخيار قانون الانتخاب رقم 10 لسنة 2014 الصادر عنهم، والذي أعاد البرلمان الحالي قراره مجددا سنة 2021. وقال دغيم في تصريحات للأحرار إنه يجب عليهم طرح آلية تنفيذ رؤيتهم، وذلك عبر تفويض المجلس الرئاسي بإصدار مرسوم بتفعيل أحد القوانين الصادرة بالتنسيق مع رؤساء مفوضية الانتخابات والمحكمة العليا. أكد المتحدث باسم حفتر أحمد البسماري عدم تأييدهم لأي طرف في اشتباكات طرابلس التي اندلعت الأيام الماضية. وذكر المسماري أن مسلحي حفتر لم يشاركوا في الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس ولا يدعمون أي طرف سياسي في الأزمة، قائلا إن ما وصفها بالقيادة العامة تنأى بنفسها عن هذا الصراع رغم دعمهم للشرعية التي يمثلها البرلمان وفق قوله. ودعا المسماري إلى إنهاء هذه الاشتباكات التي تتكرر أسبوعيا، مردفا أن ما وصفها بالقيادة العامة ترى الحل في إجراء انتخابات بعد الاتفاق على أسس دستورية بوصفها سبيلا وحيدا لتوحيد المؤسسات تحت قيادة رئيس وحكومة حسب قوله. أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي عن قلقه إزاء الاشتباكات العنيفة التي شهدتها العاصمة طرابلس السبت. ودعا فقي خلال بيان له كافة الأطراف إلى وقف فوري للأعمال العدائية على المدينة حسب تعبيره، مؤكدا أن أمن المدنيين هو التزام على السلطات الليبية، مشددا على الاحترام الصارم للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من قبل جميع الأطراف.
نقل السفير التركي كنعان يلمز تعازي بلاده في ضحايا الاشتباكات في العاصمة طرابلس اليومين الماضيين. وأشار يلمز في إيقائه بأدبيبة في طرابلس إلى التنسيق مع الحكومة في تسجيل إجراءات معالجة بعض الحالات التي حولت إلى الساحة التركية. من جهته عبر أدبيبة عن امتنانه للدور التركي الداعم للاستقرار والرافض للحروب في ليبيا. طلب عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي بإخراج كافة التشكيلات المسلحة من داخل العاصمة طرابلس. وقال الخليفي للأحرار إنهم اتفقوا مع لجنة حصر المباني المتضررة لإحصائها وإحالتها لحكومة الوحدة الوطنية لإتمام إجراءات تعويض المتضررين من المواطنين العزل في أسرع وقت، مضيفا أن مخاتير المحلات بدأوا منذ الاثنين في فتح محاضر لتثبيت حقوق المواطنين لتوجيهها إلى وزارة الحكم المحلي. هذا وطالب الخليفي بتسليم المصرف البلدي لإدارة البلدية للإشراف عليه على أن يترك مفتوحا للعامة دون مقابل، إضافة إلى تخصيص مقر الكتيبة 77 لنادي بومليان الرياضي، وذلك لحاجته إلى ملعب ومقر يضم الشباب الرياضيين المنتسبين إليه وفق قوله. إلى ذلك أكد أهالي وسكان عدد من أحياء طرابلس المركز رفضهم لوجود المقرات العسكرية داخل الحدود الإدارية لبلدية طرابلس. وطالب الأهالي في بيان لهم بتسليم المقرات لبلدية طرابلس للاستفادة منها في خدمة المواطنين، وبأن تكون مهمة تأمينها بالكامل لمديرية أمن طرابلس ومركز الشرطة. أكد عمداء بلديات منطقة ورشفانة دعمهم التام لحكومة الوحدة الوطنية إلى حين إجراء الانتخابات. وطلب عمداء البلديات في بيان مصور لهم الثلاثاء ببلدية المايا مجلسي النواب والدولة باستكمال القاعدة الدستورية للوصول إلى الانتخابات، مشددين على حرمة الدم ونبذ الاقتتال بين الليبيين. يؤكد المجتمعون على حرمة الدم الليبي ونبذ الاقتتال بين الليبيين والمحافظة على وحدة التراب الليبي. ثانيا، نعلن دعمنا التام لحكومة الوحدة الوطنية إلى حين الوصول إلى الانتخابات. ثالثا، نطالب كل من مجلس النواب والدولة الإسراع في استكمال القاعدة الدستورية حتى يتم الوصول إلى الانتخابات المقرر إجراؤها. أفاد مراسل الأحرار في السرت بشن قوات حفتر حملة مداهمات واعتقالات جديدة طالت عددا من شباب قبيلة الجثاثفة داخل المدينة وفي منطقة البهادي. أوضح مراسلنا أن العملية نفذتها كتيبة طارق بن زياد والبحث الجنائي بنغازي، حيث اعتقل في العملية الأولى كل من شيباني القزواري وأسامة حزميني، مشيرا إلى أن منطقة بهادي ما تزال محاصرة منذ أسبوع. حملة اعتقالات ومداهمات تشنها قوات حفتر تقال مدنيين في مدينة سرت وفق مصادر للأحرار من هناك. الحملة المستمرة منذ أيام تنفذها كتيبة طارق بن زياد وجهاز البحث الجنائي تستهدف مدنيين من قبيلة الجثاثفة، وعلى بعد 20 كيلومترا جنوب سرت ما تزال منطقة بهادي محاصرة منذ أسبوع، وتفرض القوات المحاصرة على سكانها قيودا أمنية في التنقل، فضلا عن قطعها الاتصالات والكهرباء ومنع أي نشاط خدمي وفق شهود عيان. وإذ تنفي قوات حفتر محاصرة مدنيين في بهادي وتؤكد مطاردتها لمطلوبين أمنيا، اعتبر المجلس الاجتماعي لقبيلة الجثاثفة أن سبب الحصار وحملة الاعتقالات الخلاف السياسي مع أنصار النظام القذافي. وبينما تمارس قوات حفتر ضغوطها على السكان، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة صمت المسؤولين إزاء ما يحدث هناك أمرا مؤسفا وغير مقبول، في حين أكدت بعثة الأمم المتحدة بأنها تتابع بقلق التقارير المتعلقة بفرض قيود على حرية تنقل المدنيين ومنع وصولهم إلى المرافق الأساسية. وقبل عامين تصاعد الصراع بين قبيلة الجثاثفة وقائد عملية الكرامة، عندما قررت القبيلة سحب قواتها العسكرية من صفوف حفتر بعد حملة اعتقالات واسعة ضد أبنائها في المنطقة الشرقية.
ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط السياسي أحمد القذافي. أهلا بك سيد القذافي. إذن في البداية حدثنا أكثر عما يحدث، خاصة لأنه هناك تضارب في الروايات، هناك من يقول أنه ما يحدث هو استهداف لأبرياء، الطرف الآخر يؤكد أنه مطاردة لمطلوبين أمنيا. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتقدم بالشكر لقناة ليبيا الأحرار على هذه التغطية في وقت تقاعس جميع القنوات والمنظمات الإنسانية والحقوقية عن نقل أخبار مدينة سرت. إذا كان الأمر يتعلق بمطلوبين فهذه قائمة الآن أنشرها فيها 80 اسم من قبيلة القذافي، فتم القبض عليهم. هل أحمد هل وسام أخويط القادم من منطقة الجفرة إرهابي؟ هل أحمد نصر مجيد عمره 16 عام تم القبض عليه؟ هل هذا مطلوب؟ هل آدم التورغي مسن عمره 75 سنة تم القبض عليه؟ هل هذا مطلوب؟ إذا كان الأمر تحقيقا للعدالة أو شخصيات مطلوبة للقضاء فالقائمة الآن اللي موجودة أمامي 80 اسم من قبيلة القذافي فتم القبض عليهم. إذا كان الأمر البحث عن المجرمين فقبيلة القذافي فالمتواجدين في منطقة العيون الشاطئ محاصرين منذ أسبوع. إذا كان الأمر البحث عن المجرمين لا يتم خطف الشعراء من بينهم الشعر محمد اللافي في البيضة في المنطقة الشرقية. ما أسباب إذا إن لم يكن كذلك ما أسباب هذا الاستهداف وهذه المحاصرة منذ أسبوع؟ نحن لحد الآن نتساءل ما هو السبب الرئيسي خلف محاصرة أبو هادي، ما هو السبب الرئيسي خلف استهداف قبيلة القذافة. اليوم وصل طلب من القيادات الأمنية في منطقة سرت لقبيلة القذافة بإرسال برقية لخليفة حفتر في الرجمة لفك الحصار، وتم رفض هذا الطلب من مشايخ القبيلة والأعيان. لحد هذه الساعة نحن لا نعلم لماذا، ما هو السبب الذي جعل هذه العصابات تحاصر المنطقة وتستهدف القبيلة بشكل مباشر. ونستغرب الحقيقة في غياب تام لمنظمات الأمم المتحدة، الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومكتب الشؤون الإنسانية في البعتة، منظمات الإغاثة المحلية من الوضع الإنساني الذي اليوم يدور ويحدث في منطقة بوهادي. 9 أيام اليوم المنطقة محاصرة وممنوع عنها جميع سبل الحياة، المحلات والمتاجر والمخابز والمستشفيات مقفلة وفي حصار تام على منطقة بوهادي في غياب تام للإعلام الليبي على قناة ليبيا الأحرار التي تغطي الأمر بشكل مستمر، في غياب تام للجهات المسؤولية مجلس الدولة ومجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية. لم يحرك أحد ساكن حتى الآن المنظمات المحلية أو الدولية، ولم تحرك حتى القنوات لم تعر لهذا الأمر انتباه. نحن لحد هذه الساعة لا نعرف لماذا هذا العدوان ولا نعلم لماذا أساس هذا العدوان على قبيلة القذافة. طيب أنا تحدثت عن برقية تم بالرجمة. أنت تحدثت عن برقية تم فيها الطلب من خليفة حفتر لفك هذا الحصار وتم رفض ذلك. هل كانت هناك محاولات أخرى ربما للجلوس للوصول لحل مع المحاصرين لهذه المدينة أو هذه المنطقة؟ عفوا لم يصلني السؤال بشكل واضح. نعم أسألك إن كانت هناك مبادرة الجلوس مع هؤلاء لمعرفة الأسباب لربما الوصول لحل لفك الحصار على هذه المنطقة. جاءت القبائل من ورشفانة والصيعان والعجلات ومن كل مناطق ليبيا، من شرفة ودان من ورفلة من أولاد سليمان، حوالي 10 إلى 15 قبيلة جاءت وتوافدت على مدينة سرت للجلوس مع هؤلاء والكشف عن حقيقة حصار منطقة بوهادي، ولم يعطوا لهم أسباب واضحة. لا يوجد أسباب واضحة. تارة سيف الإسلام في بوهادي، تارة هناك مجرمون، تارة هناك بيع للمخدرات والبنزين والوقود في الطرق غير الشرعية في منطقة بوهادي. لا توجد حتى هذه الساعة أمر واضح خلف حصار المنطقة، لا يوجد أبدا، لم يقدم لنا أمرا واضحا حتى الآن. قبيلة القذافة قبيلة كبيرة على الرغم من بعض الاختلافات والخلافات بينهم، لكن في هكذا مواقف يعني رأينا أن يكون في العادة هناك تحالف بينهم. هل هناك تنسيق بينكم لمحاولة وضع حد لما يحدث من استهداف لكم؟ نعم نحن على تواصل مستمر بشبابنا وبمشايخنا، والقبيلة مترابطة ومتماسكة
وعلى تواصل أيضا مع القبائل المجاورة لنا من ورفلة ومعدان وهماملة وأولاد سليمان، كل الخطوط مفتوحة مع الحلفاء الذي تربطنا بهم علاقات تاريخية وحلف تاريخي، والأمر المشايخ والعقلاء والحكماء يرفضون أن يكون هناك عمل مسلح مع هذه العصابات، ولكن في نهاية الأمر نحن جنود ونحن رجال قادرين على حمل السلاح وقادرين على المواجهة. إذا لم العقلاء والوسطاء لم يجدوا حلا، فنحن قادرين على حمل السلاح وقادرين على الدفاع عن أراضينا وعن بيوتنا وعن حرمتنا. إذن هذه هي الخطوة. إذن هذه هي الخطوة القادمة في حال عدم فك الحصار أو إعطائكم أسباب. هل الخطوة القادمة ستكون بالسلاح؟ ليست أول مرة يأتون إلى أبو هادي وإلى سرت ويعودون مهزومين أمام شباب قبيلة الجداد وأمام شباب سرت الأحرار الذين الآن يتم محاصرتهم بهذه الشكل القمعي. نحن قادرين على حمل السلاح نعم، ولكن تفضلون أن تكون سلمية مؤقتة ورهن إشارة قبائلنا ومشايخنا. لن نسقط أبدا عن هذا الضيم وعن هذا الظلم الذي يطال أبنائنا وعائلاتنا وأسرنا في مدينة سرت وفي منطقة بوهادي بالتحديد. لقد جربوا مرة واثنين وثلاثة في بوهادي وعادوا صاغرين أدلاء أمام مواجهة شبابنا وأمام قواتنا. شكرا لك الناشط. سوف يصدر أمر الجهاد بإذن الله. شكرا لك الناشط السياسي سيد حميد القذافي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس، شكرا لك. قال قائد عملية الكرامة خليفة حفتر إنهم لم يبنوا جيشا ليقف متفرجا على ليبيا، يجرها العابثون إلى الهاوية وينهبها الفاسدون وفق وصفه. وأضاف حفتر خلال كلمة له في مدينة الكفرة الاثنين أنه لم يعد أمامهم ما ينتظرونه لتحقيق طموحاتهم وأمالهم، ويتوجب عليهم تدارك الموقف قبل فوات الأوان بحسب قوله. ولم يدفع الشهداء دماءهم وأرواحهم ليصبح الوطن غنيمة. هلا وعلى الغافلين أن ينتبهوا، على الغافلين أن ينتبهوا بأننا لم نبني الجيش الوطني ليقف متفرجا على ليبيا العزيزة يجرها العابثون إلى الهاوية. طالبت رابطة ضحايا ترهون الجهات المعنية في حكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام والجهات الضبطية بدورها لكشف الحقيقة لذوي الضحايا. هبت الرابطة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري بالجهات المذكورة إلى التعرف على مصير المفقودين من أبنائهم وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، خصوصا المطلوبين الذين يتجولون بحرية في دول الجوار. ونادت الرابطة بوضع سياسات عامة لتسهيل عملية البحث عنهم والسماح بمشاركة الأقارب أو ممثليهم وإطلاعهم على التقدم المنجز بانتظام. الآن مشاهدينا إلى جولة في أهم الأخبار الاقتصادية مع الزميل محمد الينسي. شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا. بحث وزير النفط والغاز محمد عون مع السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبة، بحث إمكانية استكشاف المناطق البحرية المقابلة للمياه الاقتصادية بين البلدين. واقترح صليبة خلال الاجتماع الذي عقد في طرابلس إمكانية دعوة وزير النفط والغاز إلى زيارة جمهورية مالطا لمناقشة آليات التعاون المشترك بين البلدين. من جانبه أكد عون على أهمية دولة مالطا لمختلف نشاطات شركات النفط التي تدير عمليات بحرية ودورها في احتضان العديد من قواعد الإمداد لهذه العمليات. أكد رئيس الباكستاني عارف علوي الحاجة لتوسيع نطاق العلاقات التجارية والبحث عن سبل جديدة للتعاون الاقتصادي مع ليبيا. وأعرب علوي في لقاء مع السفير الليبي لدى باكستان عن أمله في أن يعمل السفير على تعميق العلاقات بعد انقطاع دام 11 عاما.
أعلنت شركة رأس لانوف النفطية عن إحالة مرتبات مستخدمي الشركة إلى المصارف التجارية الثلاثاء من أجل إيداعها في حسابات مستحقيها. وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن المرتبات تتضمن الزيادة المقررة للمرتبات بنسبة 67%، مؤكدة أنها ستتولى معالجة الفروقات المالية مع الإدارة المختصة بالمؤسسات الوطنية للنفط. هذا وأنهت فرق الصيانة التابعة لشركة سورت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز أعمال صيانة خطوط نقل النفط الخام بحقل الرجوبة النفطية التابعة للشركة. وأشارت الشركة إلى أن هذه الصيانة شملت تركيب ضمادة بطول 11 مترا على خط نقل النفط الخام الواصل بين حقل الرجوبة والنقطة 110 عند الكيلو 38، وآخر بطول متر ونصف عند الكيلو متر 82. بحث مدير عام الشركة العامة للكهرباء عبد الحميد المنفوخ مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، بحث وضع خطة لتنفيذ عدد من العمارات الجسيمة للوحدات الغازية. تناول الاجتماع مناقشة وضع خطة للتنفيذ بمختلف محطات التوليد خلال الربع الأخير من هذا العام والربع الأول من سنة 2023 وفق الشركة العامة للكهرباء. يتجه بعض من الشباب في منطقة جبل نفوسة إلى المهن الحرفية من البناء والخياطة والحلاقة والميكانيكا والطبخ في سبيل تأمين مصاريفهم، غير أن شريحة واسعة من الشباب يفضل البطالة على الالتحاق بها. التفاصيل في التقرير التالي. بين الرفض والقبول يعيش غالبية الشباب أزمة احتراف المهن اليدوية والتقليدية، إذ يعتبرونها لا تتناسب مع العصر ولا تلبي طموحاتهم، ودائما ما تأتي في نهاية سلم الأولويات، إذ يرفض الكثير من الشباب فكرة أن يكون عامل بناء أو خياطا مثلا، كون هذه المهن ومثيلاتها تعتبر خطوطا حمراء للشباب الباحث عن العمل رغم معاناة شريحة واسعة منهم من البطالة. قلة في الناس أن تنظر للبني آدم هذا أنه هو شغال على نفسه ومعتمد على نفسه، لكن توا بدو يشبحوا للبني آدم اللي يخدم هذا أفضل واحد يشبحوا له. قبل لا، قبل فيه نوع من الاستحقار، يعني نفتخر ان اي واحد ونا وتشرفني انني لبستي الهيئه اللي نشتغل بها يعتبر نوكل منها في صغاري، والحمد لله يا رب انا ماهيش عيب، انا ما درتش غلط ولا درتها، العيب انك انت دير شيء تغلط ولا دير اي موضوع. اسباب عديده دفعت الشاب الليبي لامتهان هذه المهن واحترافها، لعل ابرزها عدم توفر التعيينات في قطاع الدوله، وان وجدت فإن قيمة الدخل منها لا توفر العيش الكريم لأسرهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار أغلب السلع الأساسية. عندنا اللي يخدموا في الكوش، وعندنا اللي يخدموا في القهاوي، وعندنا اللي يخدموا حلاقين، وعندنا استوية رخام، استوية سيراميك، زواق، كل شيء خزني ما شاء الله. أنا بالنسبة لي أنا كشاب نفضل ولد البلاد والمحلي قبل البراني، قبل الأجنبي، قبل التونسي والمصري. والشباب قصدي توجهت للمحطة وتخدم بحكم الظروف، مرة تلقى شاب عمره 25 27 سنة ما عندهش مرتب، صاحب عوالة وكذا، يعني يوم بيتجه إلى المحطة بيخدم، بيطلع يقوت يومه. غياب العمالة الأجنبية الوافدة هو الآخر أسهم بشكل كبير في فتح المجال أمام العمالة الوطنية من الشباب في العديد من المهن التي كانت قبل عقد من الزمن حكرا على العمال الوافدين، لتصبح هذه الطاقات الشابة مع مرور الوقت الرائدة في العديد من المجالات. نهاية جولتنا الاقتصادية مشاهدينا الكرام هذه الليلة، العودة الآن إلى الزميلين آزم وخديجة. شكرا إليكم. محمد، تعهد وزير التربية والتعليم موسى المقريف بمنح الدرجة الكاملة للطلاب عن كل سؤال و رد في امتحان الرياضيات من خارج المقرر، مؤكدا انتظار تقارير مصلحة التفتيش التربوي والمركز الوطني للامتحانات بالخصوص. جاء ذلك خلال لقاء المقريف مع عدد من طلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي الذين قدموا شكواهم بخصوص أسئلة مادة الرياضيات التي أجريت الاثنين وفق ما نشره المكتب الإعلامي للوزارة.
معي عبر الهاتف من طرابلس مراقب تعليم سوق الجمعة رشاد بشر. سيد بشر، يعني ما الردود التي وصلت إليكم بخصوص هذه الانتقادات الأخيرة، سواء كان حول الأسئلة، أسئلة مادة الرياضيات أو غيرها من المواد الأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نحييك ونحيي جميع المشاهدين، ولكم كل الشكر والتقدير على تخصيص هذه المساحة. طبعا سيدي الفاضل والكلام لجميع المشاهدين والأبنائنا الطلاب ويا الأمور، لأن في كل عام راه تصير هذه الحالات، في كل نهاية امتحان يطلع علينا بعض الطلبة والطالبات القدرة وفي أسئلة مش واخدينها وأسئلة منهج نقول جايبينها خارج المنهج. فإحنا الحمد لله بتصريحات السيد معالي الوزير والسيد مدير مكتب الوطني للامتحانات نحب نطمن أبنائنا الطلاب والسادة ولي الأمور بأن أي سؤال من أسئلة الامتحانات النهائية طبعا للشهادة الإعدادية أو شهادة التعليم الثانوي، احنا طبعا يجينا تقارير من رؤساء الميشان في كل يوم عن المستلم كمراقب تربية وتعليم بلدية سوق الجمعة أو رئيس لجنة امتحانية على بلدية سوق الجمعة، يجيني تقرير من تم التقرير هذا نحوله فيه إلى المركز الوطني للامتحانات إذا كان في سؤال خاطئ مقرر المنهج أو فيه غموض أو فيه خطأ إملائي أو في أي حاجة تغير معنى أو مقصود السؤال، فإحنا نحاوله فيه للمركز الوطني للامتحانات. طبعا هذا بما تعهد به السيد الوزير يوم الأمس لأبنائنا الطلاب أن تحسب درجة السؤال كاملا للطالب. طيب، يعني تحسب درجة كاملة، لكن ماذا عن المواد الأخرى التي هناك فيها نوع من الاعتراض أيضا من قبل الطلبة ومخاوف؟ العملية تحتسب على كل مادة في الامتحانات تجي في نفس الموضوع هذا، معناها كان جاي سؤال خارج المنهج أو كان فيه غموض قلت في السؤال نفسه مش واضح باش يكون ميسر لأبنائنا الطلاب. طبعا احنا نعرف ان السيد معالي الوزير والمعلمين والمفتشين هذول كلهم اباء، فاحنا نقدروا في هذه المسؤوليه، وطبعا نعرف احنا ان المناخ حاله الطقس اليوميه في ارتفاع درجه الحراره وقطع الكهرباء هذا كله راه سوف ينظروا لها المركز الوطني للامتحانات باذن الله. شكرا جزيلا لك مراقب تعليم سوق الجمعة سيد رشاد بشر. أما الآن مشاهدينا فجولة في أهم الأخبار الرياضية مع زميل بدر عمار. إليك بدر. شكرا عزم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وجه مدير شؤون الاحتراف بالاتحاد الليبي لكرة القدم محمد الجريميدا وجه خطابا عاجلا لأندية الدوري الممتاز بشأن لوائح الاتحاد الدولي المتعلقة بانتقالات اللاعبين المحترفين وأوضاعهم. الخطاب تضمن ضرورة تحديد بداية ونهاية العقد المبرم بين الأندية واللاعبين المحترفين باليوم والشهر والسنة بالأرقام، ولا يجوز تحديدها بعبارة من بداية الموسم إلى نهاية الموسم. الخطاب نص أيضا على أنه في حال عدم التقيد بذلك فإنه سيعتبر بداية العقد من تاريخ تحريره إلى يوم 30 من شهر يوليو كتاريخ افتراضي لنهاية الموسم وفق المعمول به على الصعيد الدولي. استدعى مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب عياد القاضي 27 لاعبا للدخول في معسكر تحضيري بمدينة بنغازي يوم الخميس المقبل استعدادا لخوض تصفية كأس إفريقيا للشباب. معسكر المنتخب سيبدأ في الأول من سبتمبر المقبل ويستمر حتى تاريخ 19 من الشهر نفسه بمدينة بنغازي، وسيتضمن خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب السوداني لفئة الشباب في 6 و 9 من سبتمبر المقبل بملعب بنينة قبل لقاء منتخب رواندا في التصفية الإفريقية. اعتمد وزير الرياضة الليبي عبد الشفيع الجويفي اللجنة التسييرية الجديدة بنادي النصر التي يرأسها إبراهيم عبد السلام ونائبه أسطورة كرة القدم الليبية فوزي العيساوي.
اللجنة التسييرية والتي تم تشكيلها من قبل الجمعية العمومية بالنادي ضمت بالإضافة للثنائي إبراهيم عبد السلام وفوز العساوي كل من حسين الورفلي وصالح الهمالي وبشير الهوني وأنيس يوسف صدقي كأعضاء للجنة التسييرية التي باشرت مهامها بالفعل خلفا للجنة السابقة المقالة والتي كان يرأسها أسامة أبو زيد. تعقد نادي درنس مع اللاعب عبد السلام حركة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الدوري الممتاز في نسخته الجديدة. نادي درنس يسعى للعب دور رئيسي في منافسات الدوري الممتاز المقرر انطلاقه في 5 من شهر أكتوبر القادم الذي يفتتح فيه أنيق درنا منافساته بمواجهة فريق الهلال خارج الديار في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز لكرة القدم لفرق المجموعة الأولى. وفي أخبار التعاقدات أيضا تعاقد نادي الصقور مع اللاعب المغربي نجيب كومية الذي سيكون لاعبا في الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد من الدوري الممتاز. الصقور الصاعد حديثا للدوري الممتاز في الموسم الجديد نجح في خطف المدافع المغربي الذي خاض آخر تجاربه مع فريق أولمبيك خريبكا المغربي، حيث يسعى المدرب صالح رحيل لتوفير النواقص التي يحتاجها الفريق قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز التي يفتتح فيها الصقور منافسته بلقاء فريق النصر في الأول في الأسبوع الأول من البطولة. وصل منتخبنا الوطني للكرة الطائرة للشباب إلى مدينة الجديدة المغربية حيث مكان إقامة البطولة الإفريقية لمنتخبات الشباب بعد ختام معسكر المنتخب في تونس خلال الأيام الماضية. المنتخب وصل المغرب على دفعتين بعد الحصول على التأشيرة المغربية التي تأخرت قليلا بحسب مدير المنتخبات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة خير دوا. وكان منتخب الشباب الذي يشرف عليه عامر النصراوي اختتم التدريبات بتونس حيث ركز هناك المدرب على الجانبين البدني والذهني قبل خوض المنافسات الإفريقية التي يأمل من خلالها منتخبنا الوطني في الحصول على تراتيب متقدمة رغم الغياب الطويل عن المشاركات الإفريقية. ختام الرياضة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على كرم المشاهدة. العودة إلى زمو خديجة وبقية الأخبار في الليلة. شكرا بدر. تعتبر عين الفرس أو غصوف كما يطلق عليها أو يطلق عليها أهالي غدامس من أهم المعالم السياحية التي يلجأ إليها أهالي المدينة بالخصوص آزم في فترة الصيف، وأيضا بالتزامن مع الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وأيضا ارتفاع درجات الحرارة. نتابع. مع ارتفاع درجات الحرارة واستمرار ساعات طرح الأحمال يلجأ سكان مدينة غدامس رفقة عوائلهم إلى عين الفرس لأجل التبريد ولتكون لهم متنفسا للترويح. وننصح كل الليبيين لزيارة مدينة غدامس لما فيها توجد فيها البنية التحتية من الفنادق من المحلات كذا كذا، ناس طيبة وأهلها طيبين، فزرناها احنا في 10 سنوات هذه يمكن أن يتوا هذه 15 مرة نجيها ندعو في الناس الليبية وفي حتى جاليات عربية زاروا مدينة غدامس، فمشهورة بكرم أهلها وطيبهم والناس الطيبين. عين الفرس أو غصوف باللهجة الغدامسية عبارة عن عين ماء طبيعية قديمة تتدفق منها المياه تلقائيا منذ عمر المدينة القديمة، وكانت تنساب منها المياه إلى المدينة عبر 5 قنوات تمر على معظم الجوامع والمساجد، كما تروي أراضي زراعية تقدر بحوالي 200 هكتار وتسقي حوالي 8000 نخلة، حيث تعد الشريان الرئيسي الذي أعطى الحياة للمدينة القديمة بغدامس إذ كانت أهم مصادر المياه بها. ويعتبر معلم مهم في المدينة القديمة ويجوا الأهالي والشباب نتيجة ارتفاع درجة حرارة معروفة أن غدامس درجة الحرارة فيها عالية، وياريت المسؤولين في الدولة ووزارة السياحة أن يهتموا بالمدينة القديمة وعين الفرس، وتعتبر وسيلة جذب سياحي، وبدت حاليا تو السياحة مهمة تعتبر مصدر دخل، قصدي قداش بنعتمدوا على النفط وعندنا عين فرس عين جميلة ورائعة. العين مرت بمراحل عدة من خدمات تنظيف وصيانة طوال العهود السابقة التي مرت بمدينة غدامس، كان آخرها وأكبرها والذي أعاد الحياة إلى البحيرة عام 2006 بمشروع هائل ومدروس قام به البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بتمويل من اللجنة العامة للسياحة.
بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. نترككم مع حوار الليلة مع محمد زينب، فإلى اللقاء. إلى اللقاء. اشتباكات وضحايا منيت بها العاصمة في أحداث دفع فاتورتها الكبرى المدنيون والسكان الآمنون، وعملية سياسية تعاني الانسداد كل يوم هي في أزمة جديدة. فإلى أين يمضي المشهد وكيف يمكن تجاوز الواقع الحالي إلى ما هو مأمول ومعقول؟ نناقش كل ذلك وأكثر مشاهدينا بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.